السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة المناهل الدولية ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات لطلاب الصف السادس. ودرسنا اليوم هو عن وحدة الحجم. سنتناول في هذا الدرس الوحدات الأساسية لقياس الحجم، وأيضا علاقة حجوم الأشكال بحجوم السوائل أو بما يسمى السعات، وتحويل وحدات الحجوم أو واحدات الحجوم. نبدأ مع هذه التذكرة. عندما كنا نتحدث عن أشكال لها مساحات أخذنا الدائرة. هذه الدائرة المساحة هي مساحة السطح الموجود داخلها، وكنا نقيسه بالوحدات المربعة. أما لو كنا نتحدث عن كرة، الكرة هي مجسم، هي مجسم وليست هي شكل أو سطح. إذن هذا المجسم الذي يميزه عن الدائرة أن له حجم، يعني ممكن أن يكون لو كانت كرة بداخلها ماذا سيكون؟ هواء. حجم هذا الهواء يقاس بالوحدة المكعبة. إذن هذا هو الحجم، هو ما يملأ داخل هذا المجسم. المربع كانت تقاس وحدته بالوحدة المربعة، عفوا المساحة، إذن لأن له بعدان الطول والعرض الذي هو نفس الطول والضلع. أما المكعب له ثلاثة أبعاد، طول وعرض وارتفاع، إذا له ثلاثة أبعاد، هذا البعد الأول، البعد الثاني، البعد الثالث. لا ننسى في المكعب أن الطول والعرض لهما نفس الطول، يسميان طول الضلع. أو وهنا أيضا هذا متساوي، ففي المكعب في حالة خاصة نسمي طول الحرف، إذا الحرف ضرب الحرف ضرب الحرف، إذا ثلاثة أبعاد. فلذلك سنقول أن الوحدة الأساسية لقياس حجم أي مجسم، فليكن هذا هو المجسم، حجمه هو كمية المادة التي يمكن أن نضعها بداخله، أي هو هذا هو الحجم الذي بداخل هذا الصندوق. نقيس هذه بما كنا بالأطوال نقيسها بالوحدة، مثلا المتر وأجزائها ومضاعفاته. بالمساحة كنا نقيسها بالمتر المربع وأجزائها ومضاعفاته بسبب البعدان. هنا بما أنه له ثلاثة أبعاد سيقاس بالمتر المكعب، وتكون وحدة قياس الحجم الوحدة المكعبة. إذن ما هي الوحدات الأساسية لقياس الحجم؟ الوحدات الدولية المتعامل معها في قياس الحجوم. إذن المتر المكعب كان في الأطوال المتر، وفي المساحات مترا مربعا، أما هنا مترا مكعبا بسبب الأبعاد الثلاثة بسبب الحجم. المتر المكعب ونرمز له المتر والثلاثة، إذن هو متر ضرب متر ضرب متر، أي الأبعاد الثلاثة إذا كانت واحدتها بالمتر. كما عندما نحسب الحجم نضرب الأبعاد الثلاثة ببعضها لنحسب الحجم، أيضا واحدة الحجم نضرب واحدات الأبعاد الثلاثة لكي ينتج المتر المكعب. إذن هنا لسهولة الحفظ نكتب، إذن أول أجزائه الديسي متر مكعب، إذن الديسي متر مكعب ويرمز لهذا الديسي متر مكعب بالحرف الحرفين دال وميم، إذن الديسي متر المكعب. إذن بعد الديسي متر مكعب هنا نكتب بسهولة الحفظ الدا الديسي متر مكعب، هنا المضاعف الدك متر مكعب ويرمز له بالأحرف دا A M مكعب. إذن أيضا السنتيمتر المكعب هو السنتيمتر المكعب، هذا هو، ثم هنا يقابله الهكتو متر مربع في المضاعفات، هنا المليمتر مكعب، وهنا الكيلومتر مكعب. إذن هذا هو المتر المكعب، هذه هي أجزاؤه التي أصغر منه وهذه هي مضاعفاته. بين المتر المكعب والديكامتر المكعب إذن ألف، من أين أتت هذه الألف؟ إذن بين كل واحدة والأخرى ألف، من أين أتت هذه الألف؟ إذن كان بالأطوال عشرة، كانت عشرة، في المساحات كانت مئة، وهنا في الحجوم كانت أصبحت ألفا. لماذا؟ هذا السبب لأن العشرة بالتكعيب عشرة ضرب عشرة ضرب عشرة هي ألف، واحدة قياس الحجوم. أحيانا
إذن ما علاقة هجوم المجسمات بحجوم السوائل أو بما يسمى السعات؟ لو كان لدينا هذا الوعاء المصنوع من الصفيح يحوي سائل ليكن مثلا الزيت أو أي شيء آخر، إذن هذا السائل نحن نقيس السوائل السعات بالميلي لتر أو باللتر، إذن باللتر أو الميلي لتر. أما حجم هذا الشكل هو شكل متوازي مستطيلات أو موشوش، له حجم هو هذا الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، حجم بالوحدات هو إحدى وحدات الحجم، المتر المكعب مثلا أو السنتيمتر المكعب، هنا سنحسبها بالسنتيمتر المكعب. ما علاقة حجم المجسمات بحجم السوائل؟ حجم هذا الوعاء بالسنتيمتر المكعب، وحجم السائل الذي بداخله نحن نأخذه ونتعامل معه باللتر أو الميلي لتر. ما هي واحدة الربط بين حجم السائل وحجم المجسم؟ إذن الواحدة هي الميلي لتر، هي ذاتها السنتيمتر المكعب. عندما أقول أن سعته مثلا 600 سنتيمتر مكعب، أي كأنني أقول 600 ميلي لتر، إذا هي ذاتها. عندما نرى الميلي لتر هي تعني السنتيمتر مكعب. هذه العبارة تستخدم للربط بين السعة والحجم. تمرين: ما الوحدة المناسبة لقياس حجم كل من خزان المياه، بحيرة طبيعية، وحجم زجاجة هواء، قطرة ماء، وهذه العلبة من الحديد. خزان الماء أبعاده بماذا نأخذها نحن؟ هل بالمليلتر أو السنتيمتر أو ماذا؟ أم الديسي أم المتر؟ نحن عادة نأخذ الأبعاد بالمتر، هنا متر وهنا بالمتر وهنا بالمتر، والوحدة المناسبة لحجم خزان المياه هي المتر المكعب. أما هذه البحيرة الطبيعية فهي كبيرة جدا، بحيرة طبيعية وليست اصطناعية، أي كبيرة جدا، أبعادها ستكون بالكيلو مترا، فمن الطبيعي أن يكون حجمها بالكيلو متر المكعب. حجم زجاجة دواء، هذه الزجاجة هل يمكن أن نأخذ نصف قطر قاعدتها في الأمتار أو الكيلومترات؟ إذن لا يمكن، إذن يمكن أن نأخذ بالسنتيمتر، يمكن أن نأخذ الأبعاد بالسنتيمتر، نصف قطر دائرتها بالسنتيمتر فيكون حجمها سنتيمتر مكعب. قطرة المياه هذه هل يمكن أن أخذ أبعادها بالسنتيمتر؟ كلا، هي صغيرة جدا. الذي أصغر من السنتيمتر هو الميلي متر، إذن بالميلي متر المكعب. وهذه علبة الحليب، هل أقيس أبعادها بالسنتيمتر أم المتر أم الديسيمتر أم الكيلومتر؟ ما الأنسب؟ الأنسب السنتيمتر المكعب الذي هو نفسه الميلي لتر. إذن الميلي لتر. وحدة تحويل وحدة الحجم. إذن لدينا طريقتين، وهاتان الطريقتان يمكن أن نستخدمهما مع تحويل وحدة الطول أو وحدة المساحة أو الحجم على حد سواء. إذن هذه الطريقة الأولى، طريقة تقليدية، هي طريقة المدرج. إذن يكون المتر المكعب في المنتصف وأجزاؤه أصغر إذن في أسفله، وفي أعلى هي مضاعفة. إذن متر المكعب، الديسي متر المكعب، هنا السنتي متر المكعب، وأخيرا الميلي متر المكعب، هذه أجزاؤه ومضاعفاته. الديكا متر مكعب، والهيكتو متر مكعب، والكيلو متر مكعب. لا ننسى أن العشرة أيضا ستكعب، كانت في الأطوال 10 10 10، هنا في الحجوم يوجد لدينا ثلاثة أبعاد، إذا 10 ضرب 10 ضرب 10 1000، إذا بين كل وحدة والأخرى 1000. إذن وكما تعودنا، إذا انتقلنا من الصغير إلى الكبير نقسم، إذا انتقلنا من الكبير إلى الصغير نضرب بمقدار هذه الدرجة. نأخذ مثالا علبة من الحليب سعتها 950 مللتر،
كم سنتيمتر مكعب من الحليب ساعة هذه العلبة؟ نتذكر وحدة الربط بين السعات والحجم ما هي؟ هذه علبة الحليب على شكل متوازي مستطيلات، إذا وتقدر أبعاده بالسنتيمتر بالسنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر، إذا لكن الموجود بداخلها هو المليلتر. نعلم أن كل مليلتر هي نفسها سنتيمتر مكعب، عندما نقول مليلتر هي ذاتها سنتيمتر مكعب، أي أن 950 مليلتر هي ذاتها 950 سنتيمترا مكعب على حد سواء، وهذا الطلب الأول. الطلب الآخر، هذه 950 سنتيمترا مكعبا، كيف سأحولها إلى مليلتر؟ فأنظر، هذه السنتيمتر هنا، إذا سأنتقل من الكبير إلى الصغير، وبهذا الاتجاه إذا سأضرب كم درجة أو كم خطوة؟ خطوة واحدة سأضرب بألف، سأضرب هذه بألف، ويكون الناتج 950 ألفا، ولا ننسى الواحدة المليمتر مكعب. إذا هذا التمرين، اكتب العدد المناسب في الفراغ، إذا 36 مترا مكعبا. المتر المكعب هو ها هنا، إذا سننتقل من المتر المكعب إلى الديسي إلى الديكا متر المكعب، إذا سننتقل من الصغير إلى الكبير، ما العملية؟ قسمة من الصغير إلى الكبير، إذا كم خطوة؟ خطوة، والخطوة فيها ألف، سأقسم على ألف، 36 تقسيم ألف. نتذكر سوية الأعداد العشرية، الأعداد العشرية كنا كيف نقسم؟ إما نقسم بالطريقة التقليدية 36 على 1000، أو يمكن أن نضع البسط كما هو. إذن ونعود الفاصلة بعد كم منزلة؟ 1 2 3، لكن لا يوجد غير منزلتين، إذن هذه منزلة 2، ونتذكر يوجد أصفار على يسار العدد، نضع صفرا لتصبح الفاصلة بعد 3 منازل، وهنا صفرا. هذه الأصفار اليسارية ذكرنا وتكلمنا كثيرا سابقا، الأصفار اليسارية موجودة لكن لا نضعها إلا عند الضرورة. والناتج 36 جزءا من 1000 من الديكا متر المكعب. إذا هنا سننتقل من الكيلومتر إلى المتر، إذا سننزل من الكبير إلى الصغير، وتكون العملية من الكبير إلى الصغير ضرب، سأضرب بألف وألف وألف، إذا سأضرب بمليار هذا العدد، إذا هنا 28 جزءا من 1000 سيضرب بمليار. هذه الثلاثة أصفار ستخرج الفاصلة نهائيا، ثلاثة أصفار ستخرج الفاصلة نهائيا، ستصبح 28، وعلى يمينها ستة أصفار، 28 مليونا من المتر المكعب. هنا لدينا من الديسيمتر مكعب، وسنصل إلى المتر المكعب. الديسيمتر مكعب إلى المتر المكعب سننزل خطوتان، وفي كل خطوة ألف، إذا عند النزول نضرب، إذا من الكبير إلى الصغير نضرب، سنضرب هذا العدد بألف. هذه الألف هي ستة، عفوا مليون، هذه المليون فيها ستة أصفار، ثلاثة سيخرجان الفاصلة وتذهب نهائيا، وثلاثة سيوضعان على اليمين، ويكون الناتج 5,239,000 ألفا من المليمتر المكعب. إذا هذه كانت الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية كنا قد تناولناها في دروس سابقة، مثل تحويل واحدة الطول وواحدة المساحة، وهي حسب رأي الطالب، لكنها هي الأسهل. المتر المكعب وهذه أجزاؤه، الديسيمتر، وهنا الديكامتر، هنا السنتيمتر، وهنا الهكتومتر، هنا أصغر شيء المتر المكعب، مليمتر المكعب، وأكبر شيء هو الكيلومتر المكعب. هذه الطريقة تعتمد على مقارنة أو الربط بين الوحدة والعدد العشري، كيف نحرك الواحدة ستتحرك الفاصلة العشرية، بين كل وحدة والأخرى ألف، ولا ننسى الألف هي عبارة عن 10 للتكعيب، لأن
الحجم هو ثلاثة أبعاد، جداء ثلاثة أبعاد. إذا مثال، إذا كان حجم خزان 250 مترا مكعبا، فما هو حجمه بالسنتيمتر المكعب وما حجمه بالديكا متر المكعب؟ إذا نأخذ هذا أو هذا المخطط، أو إذا كان مخطط الدرج، إذا أيا كان لا يوجد فرق حسب الأنسب بالنسبة للطالب. إذا هنا لدينا 250 مترا مكعبا، هذه 250 يمكن أن نكتبها فاصلة صفرا، الفاصلة موجودة فاصلة صفرا من المتر المكعب. إذا المتر المكعب سننتقل من المتر المكعب إلى السنتيمتر مكعب خطوة، وهذه خطوة أخرى، خطوتان. الفاصلة ستنتقل بنفس الاتجاه من اليسار إلى اليمين خطوتان. إذا عندما تنتقل خطوتان كل خطوة فيها 1000، إذا ويكون الناتج، إذا هم هذه الخطوة 1000 وهذه الخطوة 1000، فيكون 250 مليونا من السنتيمتر المكعب. أيضا عندما نريد أن نحولها إلى ديكا متر مكعب، إذا كيف سأضرب أو أقسم؟ هنا لا يهم، أضرب أو أقسم، هنا سأحرك الفاصلة من المتر المكعب إلى الديكا متر. ستتحرك الفاصلة من اليمين إلى اليسار خطوة، والخطوة هي 3 منازل لأن هي 3 أصفار. إذا خطوة واحدة، كل خطوة تعني 3 منازل لأننا نتعامل مع حجم، والحجم بين كل وحدة ووحدة 1000. إذا يصبح الناتج 250 جزءا من 1000 من الديكا متر المكعب. هذا التمرين اكتب العدد المناسب في الفراغ. إذا سنأخذ الطريقة الثانية، طريقة تحريك الفاصلة. المتر المكعب إلى الديسي متر مكعب خطوة واحدة، إذا الفاصلة ستتحرك 3 منازل بهذا الاتجاه من اليسار إلى اليمين، أي خرجت نهائيا، والناتج 256. هنا من الديكا متر مكعب إلى الهيكتو، من الديكا إلى الهيكتو، إذا ستتحرك الفاصلة نحو اليسار، إذا بهذا الاتجاه 3 خطوات. إذا ولدينا منزلتان فقط، عفوا خطوة واحدة هي 3 منازل، لدينا منزلتان ويوجد صفر يساري أيضا، إذا ويكون الناتج 0.09834، أو ممكن أن أقرأه 9834 جزءا من 10000. هنا من السنتيمتر مكعب إلى الملي متر مكعب، هذا العدد سنحرك الفاصلة خطوة واحدة نحو اليمين، خطوة واحدة، لا ننسى أن الخطوة هي 3 منازل هنا لأننا نتعامل مع حجم، إذا لأننا هنا بين الوحدة والأخرى 1000. إذا تحركنا بهذا الاتجاه وخرجت الفاصلة، والناتج 14559 مليمترا مكعبا. هنا هذا العدد معطى بالديكا متر مكعب، ويراد حسابه بالكيلو متر المكعب. الديكا متر مكعب إلى الكيلو متر مكعب خطوتان، وكل خطوة هي 3 منازل بهذا الاتجاه. الفاصلة هي موجودة هنا، إذا فاصلة صفر هنا الفاصلة، ستتحرك خطوة 2 بالاتجاه ذاته من اليمين إلى اليسار كما تحركنا هنا، إذا يكون الناتج 365.148، والأصفار يمكن أن نهملها هنا ولا نضعها على يمين الفاصلة. إذا أسئلة الوظيفة يمكنكم أعزائي الطلاب حل هذه الأسئلة باستخدام الطريقة الأولى أو الثانية، الأنسب بالنسبة لكم. هذا السؤال الأول، وهذا الثاني، وهذا الثالث، وبهذا نكون قد أنهينا درسنا بهذا اليوم.